البداية من فقرة رغم كل شيء. رغم كل شيء، الشباب اللبناني مستمر بتسجيل المزيد من الاختراعات والتميز والتألق انطلاقا من شركات ناشئة صغيرة وبدعم من حاضنات أعمال بتساهم بتحويل الحلم إلى حقيقة والفكرة إلى واقع. نحن ستارت اب لبنانية بلشت بطرابلس اسمها اوف ذا وول. هيدي الستارت اب متخصصة بكمبيوتر جرافيكس وانترتينمنت. وان اوف ذا مين بروجيكتس تبعنا كان هولوجرام. الهولوجرام هو مجسم بتشوفه بالهواء مثل ما شايفين هون. ربحنا اول كومبيتيشن which is called the Yes Project، ورجعنا ربحنا كومبيتيشن تانية مع تريبل انتربرنورز كلاب. هدول الكومبيتيشنز قدروا يأمنوا لنا ستارت اب سيد لبلش، خصوصا ببروتوتايبس وريجستريشن وهالقصص. نحن طلعنا من طرابلس اللي هي منطقه كثير بينحكى عنها انه ما في مجال لتتطور، ما في مجال لتطلع بشيء انوفيتيف. وبعتقد في كثير شباب طرابلسيه وحتى شماليه من كل المناطق بلبنان قادرين يطلعوا بهالافكار وعندهم هالافكار ردي، بس they need the right orientation.